الو، الو، ايوه، ازيك يا ابني؟ عامل ايه؟ مين؟ مين ده؟ ما انا دويتو مش عارف. عمرو انور. الله ينور عليك. دويتو يا يا كابتن عمي يا محمد. محمود، ازيك يا بيبو؟ ازيك يا ازيك يا عمور؟ كابتن عمرو؟ يا ازيك؟ خراشي بقى، انا عرفت صوت الكابتن علاء مهيب ومش عارف صوتك انت. لا ده انتوا بقالكم كتير ما اتكلمتوش بقى كابتن عمرو ولا ايه؟ الكابتن علاء لا مهيب نجم يا عم. بقالكم كتير ما انا اتكلمتوش مهيب بعض. نجم، صح. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. ازيك يا انا كابتن فعلا محمد؟ بقالنا كتير والله. ازيك كابتن عمرو؟ منورنا. ربنا لا يخليك يا رب. بس واضح كده يعني هو لسه بيستعيد ذكريات وماتش المحله وتشيب باص اللي انت والتشيب باص عملته اللي انت لي. عملتها له، بقول لك ايه يا وبعدين عمرو؟ تقول له الو ما يعرفش هو الصوت. احنا عايشين على الكوره دي انا وانت بس ولا ايه؟ الناس مش فاكره غير الكوره اللي انت بقول عملتها لي وانا يا حطيتها في ماتش مصطفى، المحله، هي دي بس اللي فاكرينها لنا؟ الحمد لله دي الناس الحمد لله ان فاكرها. هم فاكرين برضو. ازيك يا منور حبيب الدنيا قلبي؟ يا كابتن الحمد عمرو. لله الحمد لله. ازيكم؟ انت عندك علاء ماتش يوم جميل والله. 26 بالتوفيق ان شاء الله حبيبي. يوم الاربع اللي يوم جاي الاربعاء؟ ماتش فاصل باذن في الله ان نادي شاء الله. السكه مع الزمالك طبعا. تتمرن انت يا عموره وربنا يكرمك حبيبي. يا رب يا مساعد الحال. ان دعوات شاء الله كابتن عمرو حلقه السادسه يوم الاربع هتكون بقى، هنبتدي الحلقه بعد ما الماتش يخلص ان شاء الله، نتصل نبارك لك وتكون معانا على التليفون ان شاء الله باذن الله. يا رب يا والله رب. يا كابتن عمرو شهاده لوجه ربنا، انا في قطاع الناشئين بقالي 5 سنين 6 سنين، فريق 99 اللي انت ماسكه 97، والله يا عمرو انت عامل معاهم انجاز، لان انا لعبت ال 99 دي من سنتين ثلاثه ما كانوش كده يا عمرو، ودي شهاده فعلا والله يا احمد ان هو ياخد بيهم بطوله السنه اللي فاتت، لان انا كنت بلعبهم دايما. ايوه ما كانش بالقوه دي حتى فريق 97 بتاع لما كان عمرو ماسك بصراحه. فده اشتغلنا سوا انا وهو كمان في المقص، مدرب كبير والله، أيوة. مدرب كبير كبير يعني، ربنا طبعا. يكرمك يا عمرو. ورغم يعني في حدود معلوماتي كابتن عمرو ان في عدد كبير جدا من اللعيبه طلعت اعارات، ورغم كده الحقيقه الفرقه ماشيه ما شاء الله ما شاء الله، يعني نمسك الخشب ماشيه بشكل كويس جدا، وان شاء الله موفقين في حسم البطوله. طبعا احنا عندنا السنه دي قدرنا ان احنا نطلع 8 لعيبه اعارات يلعبوا الدوري الممتاز، فده طبعا عمل معانا دروب جامد جدا مع الكادر بتاعتنا بتاع وعمر احمد السنه عبد الماضيه. القادر ده كان معاك في 99؟ ما ده واحد لعيب كبير قوي يا عمرو. السنه دي. وطارق فارس اللي عندنا الباك رايت على المقصه، فارس. فارس طارق وشادي لعيب رضوان كبير، اعتقد، وشادي وفخري وعربي بدر. فخري وعربي بدر ومحمد عبد المنعم ومحمد شكري وصالح نصر. يعني لا، ما انا بقول لك 8 لعيبه السنه دي بسم طلعوا الله ما شاء الله 99 كده. بس، ايوه غير الاثنين اللي هم بتوع 2001 اللي هو شادي رضوان وعربي بدر. فكل دول طبعا لا عملوا فرق جامد جدا، ولكن الحمد لله لعيبه برضو بتوعنا السنه دي كانت مين كبيره ده؟ وعملت. مين تقول اسمه دلوقتي وتفكر جماهير النادي بقى الاهلي بيه تقول لهم افتكروا الاسم ده كويس يا كابتن عمرو؟ والله انا شايف دلوقتي، انا شايف ان احمد عبد القادر، سموحه، تمام، شايف ان محمد عبد المنعم، انا شايف ان الاثنين دول يعني السنه دي عاملين موسم قوي جدا جدا، ايوه، ويعني في المستقبل. وخلي بالك والاثنين مواليد 99 انضموا للمنتخب الاولمبي اللي هو اساسا مواليد 97، فده برضو اكبر دليل على كلامي. كان فكري كمان ماشي كويس جدا، بس لولا الاصابه اللي حصلته والعمليه اللي عملها دي عطلته شويه. فارس ماشي كويس جدا مع المقاصه، بيلعب المباريات كلها بشكل اساسي بتاعت مراه. فانا شايف لا، في مجموعه كويسه جدا يعني، يعني ان شاء الله باذن الله النادي يقدر يستفاد منهم كويس، ان شاء الله. زي ما حصل للسنه دي، كان استفاده فنيه للعيبه واستفاده ماديه للنادي عن طريق الاعارات. انا شايف ان شاء الله في المستقبل اللعيبه دي هيكون ليها وضع كويس جدا في النادي ان شاء حقيقي الله. حقيقي. سلام عليك يا صايد اللعيبه انت وصايد الجوائز انت والله. عامل لي فيها مصطفى حسين، ماشي. لا انت مصطفى، انا مصطفى حسين ابو الاشبال. صح. توفيق يا حبيبي. ربنا يخليك يا رب، حبيب عمرو. موفق دايما على طول، ويمكن انت يعني دايما انت اشد بالمستوى التدريبي بتاعي، او ان انا عملت طفره مع فريق 99 او 97. لا انا برضو بقول للناس ان انت عامل طفره كبيره جدا مع فريق المقاصه ومع القطاع في نادي المقاصه. احنا لعبنا المقاصه على مدار السنين اللي فاتت دي في جميع الاعمار. لا انا شايف ان في شغل معمول كويس جدا، وشايف الجهد بتاعك المبذول باين جدا. السنه اللي فاتت انا يمكن بالاخص السنه اللي فاتت وانا قلت لك الكلام ده، لما في يعني فرقتين عندك
ياخدوا تاني جمهوريه، انا شايف ان دي حاجه كويسه جدا ما كانتش حصلت قبل كده في النادي عندنا. انا شايف ان ده برضو مجهود المفروض يتحسب لك، وحاجه لازم الناس تعرفها، ولازم تعرف الفرق ما بين الناس اللي بتشتغل والناس اللي بتشتغل. ربنا يخليك ليا يا حبيبي، ربنا ما يحرمني منك يا عمرو. شكرا. سعداء حقك والله حبيبي. ده حاجه هي مشكله بس ان انا لما بتكلم عليك او انت بتتكلم عليا الناس بتفهم ان احنا عشان علاقتنا ببعض بنجامل بعض، بس والله ابدا. الشغل يا عمرو مهما جاملت، يعني انا مهما جاملت ومفيش نتائج على ارض الواقع، الناس مش هتصدق كلام الواحد. صحيح. الحمد لله حبيبي، ربنا يخليك يا عمرو. الواحد بيتكلم من واقع النتائج، بيتكلم من واقع التغيير اللي حاصل في القطاع، سواء على المستوى الفردي او المستوى الجماعي، فهو ده اللي الواحد مشجع الواحد انه دايما يتكلم، ان الواحد ما بيتكلمش من فراغ. لكل مجتهد نصيب دايما يا كابتن عمرو. حبيبك يا كابتن. اكيد اكيد طبعا يا استاذ احمد، وانت عارف احنا كلنا يعني متربيين في النادي ونشأنا في النادي، متعودين على ان احنا بنبذل يعني اقصى جهد عندنا في المكان اللي احنا بنبقى متواجدين فيه. فانا شايف ان دي حاجه يعني اتزرعت جوانا، او النادي زرعها من جوانا، لان احنا يعني كلنا موجودين في النادي من احنا عندنا 12 و13 سنه. صحيح. دي حاجه اتزرعت، يعني دي حاجه من الحاجات اللي الواحد ما يعني موفق دايما يا كابتن عمرو، موفق دايما، وسعداء ان احنا بنسمع صوتك، وان شاء الله الاربع جاي نبارك لك.